مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامجكم صروح عسكرية، يروي كيف تمزج جامعة الدفاع بين العلم والمهنية العسكرية لتشكيل القادة المستقبليين. رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية يستقبل السيد رئيس أركان الجيش أثناء زيارته إلى الكلية العسكرية لمتابعة مراحل إعمار المرافق الحيوية في الكلية. كلية الدفاع الوطني تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الكادر التدريسي لإكمال تحديث المناهج الخاصة باستقبال دورة كلية الدفاع الوطني الرقم 26 للعام الحالي. نظمت كلية الحرب محاضرة بعنوان العمليات المشتركة ألقيت على مسامع دارسي دورة الحرب للضباط الرقم 27، تناولت محاوراً عدة. كلية الأركان تستمر بمناقشة رسائل الماجستير لطلاب دورة الأركان المشتركة، حيث تمت مناقشة عدد من الرسائل بعنوان واقع الفئات العمرية في الجيش العراقي وأثرها على الاستعداد والجاهزية القتالية. نفذت كلية القيادة اختبار فحصي حقيبة البريد وبإشراف عميد الكلية والكادر التدريسي لطلاب دورة القيادة للضباط الأحداث الرقم 70 باء. عميد الكلية العسكرية يجري زيارة تفقدية لفوج الإمام علي عليه السلام ويلتقي بمنتسبي الفوج من ضباط ومراتب مقدما لهم التهنئة بمناسبة العيد متمنيا لهم دوام الصحة وبذلك المزيد من الخدمة لجيشنا الباسل. نظم معهد اللغات ورشة عمل لتطوير مهارات الكادر التدريسي بالتعاون والتنسيق وتقديم الدعم من قبل بعثة تدريب حلف الناتو، وتمت مناقشة أسلوب إيصال المعلومات للطلاب. نظم مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية اجتماعاً تنسيقياً عبر الفيديو مع بعثة تدريب الناتو ومركز بسط الاستقرار الدنماركي. خلال هذا اللقاء تم التوصل إلى اتفاق حول تحديد الأنشطة العلمية المشتركة وتاريخ إجراؤها وإنهاء إجراءاتها اللازمة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم صروح عسكرية، لكن لقاءنا يتجدد بكم ليصلكم كل ما هو مميز عن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية. لا تنسوا متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. كنت معكم أنا الملازم أول مصطفى علي، دمتم في أمان الله وحفظه.